اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. وبعد، أيها الإخوة الأكارم، اليوم مع التاج 23 من تيجان رمضان. السؤال، الحديث اليوم إخواني عن الطمأنينة. كلنا يتمنى أن يعيش بأمن وأمان وسلم وسلام، وذكرت لكم أكثر من مرة أن هناك فرقا كبيرا بين السلامة وبين الأمن. السلامة عدم وقوع مكروه، يعني إنسان ما سقط هو يمشي، شو اسمه هذه؟ سلامة. الأمن هو عدم توقع وقوع المكروه. توقع وقوع المكروه عكس الأمن، اسمه خوف. يعني واحد عنده ملايين وعنده متاع الدنيا كلها بس خايف، يتوقع انه حدا يفوت يقتله، يتوقع انه واحد ياخذ ماله، يتوقع انه يجي مرض. هذا التوقع اسمه خوف. شو ضده؟ الأمن. طيب، السلامة شيء آخر. السلامة عدم وقوع المكروه. ففرق كبير بين السلامة، تفضل بالسلامة إن شاء الله، بين السلامة وبين الأمن. فكيف يحصل المسلم الطمأنينة في الدنيا؟ طيب، أول شيء إخواني، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أليس قدوتنا؟ مو نحن نقرأ بالقرآن لقد كان لكم في الرسول الله أسوة حسنة. طيب، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تعرض لمكروه لما تعرض؟ تعرض لمكاره. قتلت ابنته، كانت حامل بالشهر السابع سيدة رقية، وعقروا الناقة وسقط، صار مع نزيف حاد وماتت وهي حامل، زوجة سيدنا عثمان. اتهموا زوجته السيدة عائشة بالزنا. تخيل واحد يتهم عرضك، يعني الواحد على الفيسبوك حط لك كلمتين ممكن ما تنام الليل، صح ولا لا؟ وبدك تغير الإعدادات وأنه يكتب بإذنك مو بإذنك، شلون واحد كلمة؟ الإنسان كلمة تجعله يغلي وكلمة تجعله ساكن. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عم يحكوا على زوجته. طيب، بمعركة أحد كسرت رباعيته، أسنانه الأمامية كسرت صلى الله عليه وسلم، ودخل السهم من هنا وخرج من هنا. قالوا عنه كذاب، قالوا عنه ساحر، قالوا عنه مجنون صلى الله عليه وسلم. قالوا، يقول أساطير أولين، بعد كل هذا أوذي ولا مؤذي؟ أوذي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان عنده يقين كامل بشيء واحد: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يعني إذا الله رضيان ما في مشكلة، معناته بمراد الله. يعني كل شيء يقع، هذه أول من أسباب، أول سبب من أسباب الطمأنينة، إيمانك أن هذا الكون كله بتصاريفه إنما هو بعلم الله. يعني لا تتوقع أنت بالطريق تعرضت لأمر معين أنه هذا ليس بعلم الله، لا، بعلم الله. لا تتوقع أنه واحد بالعمل أزعجك، بعلم الله. لا تتوقع أنه مثلا واحد تآمر عليك أو أزعجك، أو هذا كله بتقدير المؤمن. هيك المؤمن، المؤمن مو بس بيصلي، المؤمن عنده عقيدة. ذلك تقدير العزيز العليم. ما بنقرأ بسورة ياسين؟ دائما المؤمن عنده عقيدة أنه كل شيء بهذا الكون لا يكون إلا بمراد الله. فإذا تسربل المسلم بهذه العقيدة كان في طمأنينة. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذا الله كاتب لك شيء بدك تأخذه. إذا كنت بهذا اليقين كنت طمأنينة. أما واحد جالس يعني إلا لمرته ادعي لي هيك، يعني في ترقيات آخر السنة وإن شاء الله زوجته، الزوجة إذا كان عندي إيمان بتقول له: يا فلان، ما دام أنت عم تشتغل شغلك وإذا في شيء لك ستأخذه، يعني هو يتبعك، هو بده يلحقك. تكون عندك هذا الطمأنينة، عندك طمأنينة. واحد عم يحكي علي، طيب
قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أنت في زمرة المؤمنين عم تأدي حقوقك مع الله، إذا واحد عم يتهمك بعرضك أو يفتري عليك أو يعني واحد عم يتهمك مثلا يطالع عليك إشاعات حتى يؤذيك في سمعتك في عملك، لا تحزن، الله شايف ولا مو شايف؟ شايف، بشوف، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. في شغلة أبلغ من هيك، قال تعالى يعلم السر وأخفى. شو هذا أخفى من السر؟ قال العلماء حديث النفس هو أخفى من السر. وربنا بيعرف حديث النفس؟ نعم. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. أنت شو عم تحاكي نفسك؟ الله بيعرفه. فلما كان الله مطلعا لا تحزن لا تخاف، الله يدافع عنك. طبعا في قصص كثيرة من أيام النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، في ناس براء أتقياء، أنقياء لأنهم أتقياء ولأنهم براء، من سنة الله مع أهل الصلاح أن يبتليهم. يعني أنت تدخل الجنة أنت قاعد خمس نجوم وفي آي بي وكذا، لا، بدك في بلاء. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون. وقال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. واحد عم يتبلى عليه فلان، أخي هذا لا له علاقة بأحد ولا يتدخل بأحد، هذا سلبي أكيد، هذا عوايني بيسموه، أكيد كتيب خطه حلو، مسكين بحاله. أو أحد يعني قرأت في القصص أن رجلا صالحا تقيا نقيا كتب الله له يعني القبول، شيء عجيب في الدعوة إلى الله. والله عز وجل وزع الناس في الدنيا ملكات توزيع ابتلاء مو توزيع جزاء، يعني الله الذكاء أعطاه للناس مو لأنه هذا أحسن منك، وعطى المال لفلان مو لأنه أحسن منك، وعطى الجمال لفلان مو أحسن منك، وإنما يوزع الله النعمة في الدنيا توزيع ابتلاء لا توزيع جزاء. الجزاء أنت بيكون يوم القيامة، تمام؟ فهذا الرجل الناجح الموفق حساده عقدوا له مصيدة، وقال سيدنا علي إذا ذاع صيت العالم فقد نسج له أقرانه كفنا. وهي وين بتلاقوها؟ بكل المهن، بين الأطباء، بين المهندسين، بين المحامين، بين الدعاة، دائما أولاد الكار إذا ما في تقوى بصير الحسد. لذلك قال ابن مسعود العلماء يعني غير المخلصين أشد تحاسدا من التيوس في زريبتها، وفي رواية من السوس في الوبر. قالوا عليه إشاعة، أخي هذا تبع أولاد، هذا تبع الدولة، هذا تبع كذا، ويحرقونه. والناس طبيعتها تصدق الشر قبل الخير، يعني يقول له فلان عنده هيك إيه، أنا سبحان الله ما كنت مرتاح له، قد يكون بريئا، أما قال له فلان ما شاء الله بيصلي قيام الليل وما شاء الله وأمين وتقي ورا، لا تقبضه، مو كثير والنعم. ليش؟ يقدم الشر على الخير، فهذا لن يعيش الطمأنينة. فمن أراد أن يعيش الطمأنينة لابد أن يعيش الإيمان أن الله ينصر المؤمنين. اثنان، من أسباب الطمأنينة كثرة قراءة القرآن وكثرة ذكر الله عز وجل. أخواني هي مجربة، بدون ما أدخل أنا بصفصطات لغوية وأحكي لكم قصص، شوف حالك أنت متضايق، صدرك ضاق كذا، بس قول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد، صلاة تشرح بها صدري وتيسر بها أمري وتقضي بها حاجتي وترفع بها درجتي. شوف كيف كأنه مجلاية الله عز وجل يجلي قلبك، عم ينطفه، تحس في حرارة. اجلس مع الله عز وجل 10 دقائق مو أكثر، اجلس توضأ وتوجه إلى القبلة واجلس اذكر الله، استغفر الله 25 مرة 100 مرة، لكن استغفار حقيقي، مش هذا استغفر 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 وعينك على الموبايل شو حطه تويتر شو صار، لا، استغفر الله منقطع أنت عن الكون، تصلي على سيدنا رسول الله، تقرأ ألم نشرح لك صدرك، سورة الإخلاص 3 مرات، سورة آية الكرسي، سورة الفاتحة، تشعر كأن نورا يسري في صدرك، ما بتخاف. ألا بذكر الله، الله قال تطمئن
بدك الأمان الذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك جاء في الحديث مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. هذا قرآن. أفمن جعلنا له نورا يهدي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، هيك الله عم يقول. واحد مع نور الله عم يذكر الله، بيستغفر الله، دائما بينام يذكر الله، يستيقظ يذكر الله، حتى بشهوته، شهوة الإنسان يأتي أهله، هي عادة لحظات فيها غفلة، ومع ذلك يذكر الله عند شهوته، بتلاقي حياته كلها طمأنينة. قالوا له كذا صار، إيه الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي أبقى لنا، دائما عنده سكينة. لذلك قال تعالى إن الإنسان إذا إن الإنسان خلق هلوعا، دائما مرعوب، أي شيء بينقز، بيسموه بالشام نجمه خفيف، إذا مسه الشر جزوع، يا لطيف أنا شو عملت وكذا ونخرب بيتنا وقال لا. قال تعالى وإذا مسه الخير، الله أعطاه صحة وعافية ومال وشباب وكذا، قالوا له طب أختك فقيرة روح ساعدها، فلان ما عنده أقساط جامعة، فلان شو بدنا فيه. وإذا مسه الخير قال تعالى منوعا إلا مين؟ إلا المصلين. كملوا الآية، مين من المصلون؟ الذين هم على صلاتهم دائمون وليس يحافظون. هي الآية دائمون، يعني المؤمن اللي ما بيخاف هو دائم الصلة بالله، مو بيصلي يحافظ الصلوات الخمسة، لا، صلواتهم أي إنهم دائمو الصلة بالله، صلاته مو بالمسجد، بمكتبه، بعمله، بشركته، بسوقه، بسفره، دائما بيراقب الله، الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهد علي، أنا بدي ألقى الله. كل ابن آدم وإن طالت سلامته لابد يوما على آلة حدباء محمول، مهما طال فيني الأجل كل يوم عم نقرأ أنه فلان ما بده يأتي، وما في هلأ الموت ما بيعرف لا شباب ولا بيعرف ختايرة، فجأة غادة لقد رحل مبكرا، هيك بيكتبوا لك بالنعوات الأدبية وكذا، ما بتعرف انت امتى. هلا الخواجات بيسموه هذا كيو، هذا الدور، مو هيك بسموه؟ نحن كلاتنا واقفين على الدور، امتى بيجي دورك ما بتعرف. هلا بالدنيا اذا واحد بده يروح يشتري له شغله بيدفع فلوس، بيجي بيقول له قديش تبيعني بالعقارات، بيشتغلوا بالريال استيت والقصص هي، بيقول له اخي انا بشتري منك الدور ب50,000، ليش؟ مشان يحصل يشتري. هي في حدا بيشتري هذا الدور؟ هلا الواحد بيدفع فلوس، بيدفع كل عمره حتى يزيد الله له ثانية واحدة في العمر. فأعظم نعمة شو هي؟ الحياة. فالطمأنينة أن تذكر الله، فإذا ذكرت الله شو بصير؟ ذكرك الله. وإذا الله ذكرك شو بدك أحلى منه؟ كلا بيقولوا لك فلان من الهوامير الكبار ذكرك بالمجلس، شو حكى؟ شو قال؟ عيد عيد، أنت متأكد أنه أنا حكى عني أنا؟ وهو قد يكون فاسقا لا ماله علاقة، بس أنه معاه مال. شوف مين عم يذكرك. قال تعالى فاذكروني، شو بصير؟ أذكركم. يقول الإمام الرازي في تفسير هذه الآية، يقول ليس العجيب أن تذكر الله، عادي طبيعي، هذا طبيعي أن تذكر الله. قال ليس العجيب أن تذكر الله، وليست الكرامة أن تذكر الله، إن العجيب والأعجب والكرامة أن يذكرك الله، لأن الطبيعي أن يذكر السيد عبده، أما أن يذكر العبد سيده، أما أن يذكر السيد عبده فهذا العجيب والكرم. فالله لما بيذكرك شو بدك أحلى من هيك؟ شو معنى ذكرك؟ يعني إذا ذكرك الله لن تشقى، بيتك، صحتك، عافيتك، مالك، حياتك كلها في نعيم. شو الدليل؟ عكس الطمأنينة، ومن أعرض عن ذكري، الله قال فإن له لو عنده ملايين لا تنغروا، لا تنغر أنت بالديكور. هلأ لو جينا عند الدكتور حسن، الدكتور حسن شاطر، طبيب مختص بالجلدية، وأجل عنده مريض قال له يا أخي يا حبيبي هذا إذا حكيته شو بيصير؟ بيزيد المرض. هو المريض شو بيقول لك دكتور؟ بيقول لك أنا أستمتع، أنا عم بنبسط، عم تقول له وراء هالحكة بده ينتشر المرض. هذه اسمها لذة. شو اسمه؟ حك الجلد، لذة. السعادة شيء آخر تشعره في نفسك. يعني واحد عنده قصر وعنده ملايين بس دائما بيشوف منامات، دائما عنده ضيق، مو سعيد،
يقول له خذوا كل شيء، بتلاقي ترك القصر وكذا جلس قاعد على رمل وجاب سجاده عم يصلي. ما ما السعاده شيء واللذه شيء، ناس تخلط بين اللذه وبين السعاده. بدك الله عز وجل يعطيك طمانينه، خليك مع الله وسيغنيك. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الغنى عن كثره عرض، انما الغنى غنى النفس. وقال تعالى: وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فمن أراد الطمأنينة عليه بالقرآن، ومن أراد الطمأنينة فعليه بذكر الله عز وجل، لأن ذكر الله جلاء القلوب. وقال عليه الصلاة والسلام: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، غفلات وروحات وجيات وأكل وشرب ونسوان وخرابيط، الدنيا كلها يعني فيها غفلات 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 غفلات. القلب بيصير عليه شلون لو تشتري سيارة جديدة، أول شغلة تقول: أخي أنا بدفع 10,000 20,000 اللي هو على حسب سعر السيارة، بدي تعطوني ضمان 5 سنوات 10 سنوات على إيش؟ على أنه ما في رطوبة، هون الجو فيه رطوبة، أنا عندي جارنتي أنه ما في صدأ على السيارة. طب قلبك ما بيصدأ؟ قلب يصدأ. قال عليه الصلاة والسلام: إن القلب ليصدأ كما يصدأ الحديد، وإن جلاءها ذكر الله وتلاوة القرآن. بدك تنظف قلبك، بدك طمأنينة، شو بدك؟ ذكر الله عز وجل. طيب، في عنا أخواني آيات حابب هيك أقرأ عليكم بشكل سريع، 6 آيات احفظوها عندما تكونوا في شدة. واحد عنده مصيبة، خاف من حدا، كلنا أصحاب هموم، ما في إنسان في الكون ما عنده هم. احفظوا الآيات 6، كرروها عندما تخاف أي شيء. الآية الأولى في سورة البقرة: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. افتح قلبك واسمع هالآية دائما. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فيه سكينة من ربكم، هذه الآية الأولى. آية الثانية قال تعالى في سورة التوبة: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. شو الآية الثانية؟ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. الآية الثالثة سورة التوبة أيضا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. طيب، رابع آية: هو الذي أنزل السكينة. كلها الآيات عن إيش هي؟ عن السكينة، الطمأنينة. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. سورة الفتح. الآية الخامسة سورة الفتح أيضا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. الآية السادسة أيضا في سورة الفتح: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله. هذه الآيات أخواني احفظوهن احفظوهن، يعني إن شاء الله الآن يعني موجودين، من دخل على الموقع يراها كرر. وأنا أختم لكم بدعاء سمعته من أحد أكابر العلماء، عاش 100 عام وكان من أهل القرآن، درس القرآن في دمشق 70 سنة، الشيخ محي الدين أبو الحسن الكردي رحمه الله تعالى. هذا الرجل عاش 100 سنة هجرية و 98 سنة ميلادية. قال لي: يا بني، إذا رايح على مكان وعندك مشكلة، عندك شيء بدك شيء الله يقضي له، احفظ هذا الدعاء: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونور وجهك الذي أنزل ونور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تسخر لي قلب من أحوجتني إليه. اللهم إني أسألك
بأسمائك الحسنى وصفاتك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تسخر لي قلب من أحوجتني إليه. الله عز وجل جعل حاجتك عند أحد عبيده، اطلبها من الله، الله بيحرك قلبه إليك، بس اطلبها منه ركعتين، أي شيء عندك، أي مقابلة، أي شيء نصيحة. والله مجرب إخواني، وأنا هذه فعلتها، رحت كان عندي بيسموه الفحص تبع العسكرية بالشام، مشان يشوفك الطبيب يعطيك بيقول لك يا خدمات ميدانية يا إدارية. فأنا حقيقة دخلت، عندي أنا مشكلة في قدمي، فدخلت أدعو هذا الدعاء. كان الطابور مثل هون، خلينا نقول وبيت الدكتور إبراهيم، فأنا ما بعرف، أنا طول الليل قيام الليل، وكنت عند شيخنا عم بطلب الدعاء وكذا ورايح، وموضوع يعني هذا موضوع بالنسبة يعني مصيري إنه أنت تحدد وين. فوالله أنا واقف أنظر، شوف أخوتني بهالزحمة، أنا طبيعتي لا بحب دفش ولا كذا، إجي واحد رجل كبير من جوا، قال لي وين أنت، شو عم سايت له، والله ما بعرف. هو سحبني فوتني لجوا، كان في يعني ضباط أطباء، قال لي شو معك كذا، حتى ما قال لي انزع ثيابك ولا قال لي، أطباء يعني هنا عادة بيفحصون كذا، كتب إعفاء دائم من الخدمتين الإلزامية والإحتياطية. والله الذي لا رب، هذه صارت معي أنا لا أنسى فضل الله. فأخواني الله قادر بيكرمك، بس خليك مع الله، أنت لا تنظر إلى الناس، الناس داء دفين لا دواء له، العقل قد حار منهم فهو منذهل، إن كنت منبسطا سميت مسخرة، أو كنت منقبضا قالوا به ثقل، شايف حاله، وإن تهور يرموه بمنقصة، إيش بده بهالحكي، وإن تزهد قالوا زهده حيل، يعني بجميع الأحوال مخلصان من الناس. تعرفوا قصة جحا، يمكن حكى لي هذا الدكتور إبراهيم، جحا هو وابنه، قال له هذا، بيقول له اركاب وانت انزل، وانت الشاعر بيقول فذكر الله مرهم كل جرح، فذكر الله مرهم كل جرح، وذكر الناس داء أي داء. أنا ما بدي أطول عليكم اليوم، هدول بشكل سريع، وأختم الطمأنينة من خلال الصلاة، أيضا من خلال الدعاء، ومن خلال الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أسكن قلوبنا محبتك، واجعلنا من الذين امتلأت قلوبهم نورا ومحبة وذكرا لك وحبا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حلالا واستعملنا طيبين، وبارك لنا فيما رزقتنا، واجعلنا من عبادك الشاكرين، بارك لنا في أزواجنا وبناتنا وكل ما أنعمت به علينا، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين، احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بركنك الذي لا يضام، فلا نهلك وأنت رجاؤنا، فلا نهلك وأنت ثقتنا، برحمتك يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وتقبل الله منكم جميعا إن شاء الله.